السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي لو احنا أكتر من شخص هنشتغل على نفس المشروع، وده طبيعي لأن بقى عندنا معماري وإنشائي وميكانيكا وكهرباء وهكذا، ففي عدد كبير جدا بيبقى مشتركين في المشروع. طيب هنشتغل مع بعض ازاي في نفس المشروع؟ في الأوتوكاد كان كل فيو موجود هنا في لوحة منفصلة، فهو بيفتح الفيو دوت وشغل عليه، وأنا أفتح الفيو ده شغل عليه، وواحد تاني يفتح الفيو دوت، وكل واحد فينا بيشتغل على الملف. طبعا ده بيعمل لنا مشاكل كتير جدا، لان التعديل اللي هنا ما بيظهرش هنا ما بيظهرش هنا، لو انت عدلت في الدور التاني ما بيظهرش التعديل في الدور التالت، بيبقى في مشاكل كتير جدا في موضوع الكوردينيشن والتعارضات. طيب الريفت حل المشكله دي ان بقى المشروع كله فيه ملف واحد، بس في نتج مشكله تانية وهي ازاي هنتعامل مع بعض وازاي يحصل تعديل. طيب احنا عندنا اسلوبين من الشغل، وغالبا واحنا شغالين بنشتغل بالاتنين مع بعض مش واحد فيهم، بس لو المشروع صغير ممكن نشتغل بان احنا كلنا شغالين على ملف واحد سنترال، يعني انا ملف سنترال زي ما شفنا مع بعض دلوقتي، ونشتغل كلنا على نفس الملف. لو المشروع بيبقى كبير وده الغالب، فاحنا بنعمل ايه؟ بنعمل لينكات بين الملفات، يعني بخلي المعماري مثلا في ملف، الانشاء في ملف، الميكانيك في ملف، الكهرباء في ملف. لو المشروع اكبر ممكن نقسم المعماري لاكتر من قطعه، يعني في مشروع كانت الواجهه لوحدها اتقل من المشروع ككل، كان فيها شويه شغل وكده، فكنا حاطين الواجهة دي في ملف ريفت لوحده وساحبينه لينك وهكذا. طيب خلينا مثلا نشوف ازاي نعمل اللينك دوت. دلوقتي انا هبدأ مشروع جديد، هقول له نيو، واقول له ان انا عايز اشتغل على مثلا المتريك ستراكشر، واقول لكم مثلا عايز اشتغل ستراكشر، واقول له اوكي. فتح معايا الملف دوت، فهاجي من قائمة انسيرت واقول له ان انا عايز اعمل لينك ريفت مع المعماري، وابدأ اختار الملف المعماري، بقول له فايل نيم اهوت الفايل اوف تايب ار في تي اللي يخسر كلمه ريفت بس شايلين منها الحروف المتحركه. البوزيشن اول حاجه سنتر تو سنتر، نص لوحه الاوتوكاد هيحطها في نص لوحه نص لوحه الريفت اللي انا ساحبها لينك، هتحط في نص اللوحه دي، ما بتبقاش دقيقه قوي، فافضل حاجه اللي هي انترنال اورجن تو انترنال اورجن، يعني 0 0 مع 0 0. وبعد كده شيرد كوردينيت، ده لما يكون عندي كذا مشروع جنب بعض فببدأ اسحبهم بحيث ان ما يبقوش كلهم لو حطيت كلهم في 0 0 يبقى كلهم هيتحطوا في نفس النقطة، لا ده انا برحلهم عن بعض من خلال شيرد كوردينيت. وبعد كده عندي البروجكت بيس بوينت تو بروجكت بيس بوينت. طيب المانيوال تمام، يعني هيجيب لي نقطة الانترنال الاوريجن وانا هحطها مانيوال، البيس بوينت هحطها برضو مانيوال، السنتر هحطها مانيوال. طيب انا اقول له دلوقتي انترنال اوريجن تو انترنال اوريجن، واقول له اوكي. هيبدأ يسحب لي الملف بالشكل ده، هاجي هنا واروح محرك الليفيشن لي هنا. طيب الملف دوت ليه ليفلات، انا ما عنديش الليفلات دي، فاعمل ايه؟ فهاجي هنا في الليفيشن واروح لكولبريت، القائمة دي هنشتغل عليها كتير النهاردة، هقول له كوبي مونيتور سيلكت لينك، واحدد اللينك واقول له كوبي، واقول له مالتيبل، وابدأ احدد كل الليفلات اللي موجودة وممكن كل الجريد. تمام، بس انت خدت جريد من ناحيه واحده ما خدتش الناحيه التانيه. تمام، طيب هقول له دلوقتي فلتر، وراح قايل له انا عايز بس الجريد والليفل. اوكي، ايه اللي هيحصل؟ هيبقوا موجودين هنا، لو تعدلوا هناك يبعت لي رساله يقول لي خلي بالك تم التعديل، اقول له فينيش. تمام، بقوا موجودين هنا، بقول كوبي مونيتور واقول فينش. يعني ايه موجودين هنا؟ لما تيجي تعمل سيلكت هنا خلاص ده حاسس بيه، بقى بيعمل سيلكت على الليفل، كان الاول عايز يعمل سيلكت بيعمل لي على المبنى كله. ممكن اقول له ستوب مونيتور، يعني هخلي الليفل ده ملوش علاقه بالملف الاركتكتشر، لا اخليه خاص بيا انا، لو انا حصل اي تعديل هناك ما ينفصل عن التعديل اللي هنا. طيب دي ايه؟ بروبوجيت اكستنس، دي لو انا عملت اي تعديل هنا التعديل ده يحصل في الواجهة المقابلة، يعني الاست هيبقى الناحية التانية، يعني لو انا مثلا جيت وعدلت مثلا ايه تعديل هقول له ديت، هيبدأ يقول لي التعديل ده يحصل في الواجهة التانية في الويست، هقول له اوكي. طيب لو انا جيت هنا في الفيو وقلت له بلان فيو، هيقول لي في ليفلات جت جديدة، هختار كله ما عدا ليفل 1 وليفل 2 لان دول اصلا كانوا موجودين في المشروع من الاول. تمام، طيب هاجي هنا اشوف فين ليفل 1 وليفل 2 والغيهم، ليفل 2
بيقول لي خلي بالك لما تلغيهم في بعض اللوح هتتلغي. بالشكل ده. طيب خلينا نشوف مثلا لو انا جيت هنا وغيرت اي حاجة. وليكن مثلا البدروم دوت، غيرت الارتفاع بتاعه ناقص 3 و5 ماشي. وسافت الشغل على كده. بيقول لي خلي بالك كوردينيشن مونيتور اليرت. طيب اجي اعمل ايه؟ عايز اعمل سيلكت على المبنى على اللينكات. اجي هنا في الكوردينيشن ريفيو واقول له سيلكت لينك واختار الليفل دوت، فيقول لي خلي بالك ان في حاجه اتلغت وفي حاجه اترحلت. تمام. فانت بقى بتقول له مثلا بوست بوند او ريجكت او اكسبت، انت قبلت بالتعديل اللي حصل. طيب موضوع اللينك ده كويس، بس طب لو حتى في نفس الفريق كلنا مثلا معماريين او كلنا ناشئين او كلنا كذا، لو دخلنا كلنا مفروض في الاوتوكاد لما بتيجي تدخل يقول لك لا معلش ريد اونلي، في واحد تاني بيشتغل، لما يخلص شغله ويخرج انت تدخل. طب احنا كلنا عايزين نشتغل في نفس الملف، طب هنعمل ايه؟ هنخلي الملف ده سنترال، وكل الناس هتيجي تشتغل هتفتح تاخد نسخة من السنتر دوت بطريقة سهلة، يبقى عندها لوكال تبدأ تشتغل عليه، وبعد كده تنقل تعمل سينك. بدل ما اعمل سيف بعمل سينك. سينك يعني ايه؟ يعني اعمل ابديت لللوكال واعمل ابديت للسنترال، بحيث ان شغلي يروح للسنترال وشغل السنترال يروح لللوكال، والاتنين ايه عليهم اخر تحديث. وده هيفيد في ايه؟ ان احنا كلنا نقدر نشتغل، بس لازم يبقى في قاعده بحيث ان احنا الاثنين ما نعدلش نفس العناصر. يعني ما ينفعش انا مثلا بعدل هنا وهو بيعدل هنا، وانا اروح اغير في دي في نفس الحيطه او في نفس الفلور، فنعمل مشاكل. تمام. يعني غير مقصد، يعني حتى لو احنا اتفقنا انت في دور وانت في دور، ممكن وانت بتعدل حاجه تاثر على الدوار اللي فوق. فبدل ما يبقى بالاتفاق، لا هيبقى في قاعده كده اسمها ورك سيت. ورك سيت دي عامله زي خزنه، هتحط بعض العناصر فيها انت شغال فيها، يبقى محدش يقدر يعدل فيها غيرك. تمام. طيب هنعمل الموضوع ده ازاي؟ هنيجي هنا في كولبريت. تمام. دي الكولبريت بيقول لك انت عايز بقى تشتغل ازاي. عندي اختيارين، الاختيار الاول نتورك على الشبكه، الاختيار الثاني اللي هو بيم 360 دوكمنت مانجمنت، وده ممكن يعمل لك زي درايف كده على الجهاز عندك بحيث ان انت تشتغل عليه. احنا دلوقتي هنشتغل على النتورك. البيم 360 لازم رخصة ولازم تشتري. لو انت شغال كلكم في نفس المكان، كلكم في نفس المدينة او في نفس المنطقة، ممكن تشتغل على الاختيار الاولاني. لو انتوا في اكتر من دولة فانت لازم بتشوف اختيار اونلاين، فممكن تستخدم دوت او تستخدم جوجل درايف او اي اختيار من اللي بيعمل مثلا يعني زي جوجل درايف كده، يعمل لك فولدر وتبدأ تشاركوا عليه الملفات. طيب اهو بدأ يفعل الموضوع. بنلاقي حاجة اسمها edit request، هنبدأ نشوفها مع بعض يعني ايه. تمام. اللي هو ان انا ابعت لو حد اقول له العنصر ده معاك في الورك سيت بس انا محتاجه، اديه لي ان انا اشتغل عليه. طيب في حاجة اسمها ورك سيت، ده عمل ايه؟ اول ما انا قلت له اعمل لي الشغل بتاعي سنترال، حط كل العناصر اللي هي الليفل والجريد في مكان لوحده، وعمل لي ورك سيت حط فيها اي عنصر تاني. يعني العربية حطها في الورك سيت، الفلور حطها في الورك سيت. تقدر تقسم بعد كده، تقدر تعمل سيلكت وتعمل لها كاتيجوري خاص بيها، يعني ممكن تقول له نيو وول. التقسيمات دي براحتك، يعني ممكن تقول له مثلا ايه، هقسمها حسب الادوار، هقسمها حسب السيستم الموجود، هقسمها حسب الاشخاص، مفيش اي مشكله خالص. ومش معنى انت سميتها وول ان الوول هتحط فيها اوتوماتيك، لا لازم انت تحط الوول اوتوماتيك. بيقول لك عايز تخلي الوول هو المفعل دلوقتي، يعني اي حاجه ترسمها تحط في الوول. طيب قلنا نروح لل 3 دي، اعمل سيلكت على كله. المفروض الورك سيت والحاجات دي بنعملها قبل ما نبدا شغل. تمام. فبيكون الموضوع ابسط، بس مفيش مشكله لو احنا بعد ما عملنا قررنا ان احنا نعمل موضوع السنترال، اعمل سيلكت اقول كل الوول
ان الهوم اللي يملكه 6-1 لول. خلاص يبقى اي حته موجوده عندي هتبقى محصوره على ورك 6 اسمها هول، تمام. طيب مين اللي ماسك الهول؟ هنبدا نشوف، يعني هنعمل ورك 6 مع عمر، ورك 6 ثانيه مع احمد، ورك 6 ثانيه مع اسلام، وهكذا. طيب لو انت قربت كده وعملت سيلكت على اي وول هتلاقي محطوط على الورك سيت اسمها وول. طب لو عملت سيلكت على انسر تاني هتلاقي على الورك سيت 1 ما عدا الليفل والجريد، هما دول اللي على الورك سيت بتاعتهم. طيب ندخل من السيف الزرار دوت ورك سيت، ده هيبدا يفعل لك الورك سيت. بيقول لك اللي ماسك الورك سيت بتاع شيرد ليفل والوول والورك سيت واحد اسمه عمر اس اللي هو مغسلين، تمام. طيب لو انت عايز بتخلص منهم هتلاقي دوس عليهم كده وقول له انا عايز نون اريتبل، تمام. بيقول لك لازم تسيف الاول وبعد كده تعمل موضوع نون اريتبل ده. طيب كلوز، يبقى كده الملفات دي ما حدش هيشوفها، يعني العناصر الموجوده على الملفات دي مش هيشوفها. ممكن انا كنت شغال وفي مثلا حاجه على الورك سيت معينه مضايقاني بروح اقفلها، تمام. اروح اقفل الورك سيت دي بحيث ان ايه اركز في الشغل بتاعي. نيو، شفنا ان احنا نعمل حاجه جديده، ديليت تلغي رينيم. طيب اليوزر كرييت، دي الحاجات اللي انت بتنشئها اللي هي الورك سيت. لو انت شفت العلامه دي كلها اختفي. طب لو انا قلت له فاملي هيجيب لي كل الفاملي، اقدر اعلم على الفاملي واقول له انا بس اللي امسكها او اقول له نون اديتبل يبقى اي حد تاني عدى فيه، او منتظر عشان النون اديتبل دي تتفعل ان انا احول له ملف سنتر واسيب كسنتر. لو انت مش عايز حد يعدل في الفاملي بتعلم عليها وتخلي انت نفسك ايه الاونر، تمام. ليه؟ طيب هنا البروجكت ستاندرد اللي هي طريقه الكتابه الليارات اللاين والحاجات دي كلها. طيب في حاجه اسمها الفيوز، بيبدا يوريك الفيوز اهي، تمام. دي اللي هي الفيوهات ديت وهكذا، تبدا تشوف الاسكادولات الشيتات الحاجات ديت ممكن تمنع ان اي حد عدى فيها غيرك. طيب انا ماسك كل حاجه وعايز اخلص منها، اعمل ريلينكوش خلاص يبقى اي حد يقدر عدى فيها. بس قبل ما اعمل ريلينكوش لازم اسيف الملف ده جنب سنترال فايل، هقول له سيف. بيقول لك ده انت اول مره تسيف، عايز هيسيف في نفس المكان بالورك سيت بكل حاجه. طيب اقول له ماشي مفيش مشكله، بس خليني اقول له فايل سيف از بروجكت، تمام، واسميه بروجكت 01 مفيش اي مشكله، كده هيتسمى في نفس المكان مفيش مشكله. اوبشن بيقول لك ماكسيمم باك اب، يعني اكتر حاجه الباك اب قد ايه، لو زدت عن كده هيلغي ادم واحد، تمام. ماشي خليها 20. شايف الزرار دوت متفعل جاهز وما ينفعش انت تعدله، لازم يبقى سنترال موديل لان انت عملت فيه ورك سيت، وده ورك سيت يبقى لازم سنترال فايل. لو شلت العلامه ديت يبقى سيف عادي، بس هو هنا مش مديك فرصه ان انت تشيله. كومباكت فايل بيبدا يضغط الملف بحيث ان هو لو في اي مشاكل بيشيلها بس بياخد وقت. اوبن ورك سيت ديفولت، المفروض ان هو يفتح لك ايه، الاول ولا الاديتبل ولا لاست فيو؟ لاست فيو، تمام. يعني ايه الورك سيت اللي تبقى مفتوحه وتبقى مقفوله؟ ممكن تقول سبيسيفاي وتحدد انت الورك سيت اللي انت عايز تفتحه ولا لا. ممكن تقول اول يبقى كده كل الورك سيت تفتح. ممكن اديتابل الحاجات اللي ليك ان انت تعدل فيها بس هي اللي تكون مفتوحه. الصوره الصغيره اللي بتظهر هنا ديت هيبدا يعمل ايه؟ هياخدها مثلا من فيو معين ولا اكتف فيو الاكتف اللي شغال معايا. وهنا بقول له اعمل ريجنريت لو الفيو او شيت بقاله فترة ما تعملوش ابديت، نعمل يعني للصورة دي تحديث اوتوماتيك. طيب انا كده هحول الملف دوت لسنترال، تمام. ممكن تيجي هنا مثلا عشان تميزه تقول له خلي ده سنترال، تمام، بالشكل دوت، وتقول له سيف. طيب في قواعد معينة عشان تفتح السنترال، ما ينفعش تفتح الويندوز وتبدا تدوس عليك تو كليك ويروح فاتح معاك زي ما بنعمل في اي لوحه من اللوحة الاوتوكاد. لا، لازم ليه طريقه معينه. افتح الريفت الاول، اجي هنا اقول له اوبن وابدا اختار الملف السنتر دوت، ولازم تقول له كرييت نيو لوكال. لو انا شلت العلامه دي وفتحته كده يبقى الملف ده مفتوح سنترال، اي حد تاني هيفتح هيعمل له مشاكل، ملوش الحق ان هو يسيف، فلازم اقول له كرييت نيو لوكال. لو جيت تفتح ولقيت دي مش متفعله معاك يبقى كده في مشكله، ما تفتحش الملف، تمام.
طيب اودي دوت بيبدا ينظف الملف، يعني مثلا لو في فاميلي انت استخدمتها ولسه موجوده، في حاجات في الذاكره كتبتها ولسه موجوده، الملف تقيل شويه هو بيبدا ينظفها. بس هو بيفتح بياخد وقت على ما يفتح، فبنستعملها مثلا مره في الشهر ولا حاجه. ديتاتش فروم سنترال، يبقى انا عايز افتح الملف دوت ملف مستقل عن السنترال. تمام، خلينا نشوفها بعدين، بس خلينا دلوقتي كريت ميلوكا. هنا بقول له انا عايز اعمل ملف ملوش دعوه بالسنترال، يعني اي تعديل هيحصل في الملف اللي انا هفتحه بعد كده ملوش علاقه بالسنترال، مش هسيف على السنترال، لا هعمل سنترال جديد او هعمل ملف جديد. طيب خلينا نقول له كريت نيو لوكال واقول له اوبن. هنا عمل ايه؟ عمل لي الملف اهوت اسم الملف وبعد كده اومرس، يعني ايه؟ خد اسم الملف وبعد كده حط شرطه وبعد كده خد اسم اليوزر بتاعي وحطه هنا، وعمل لي ملف لوكال على الماي دوكيومنتس بتاعتي. كل ما سيف هيعمل لي نسخه تانية على ماي دوكيومنتس بحيث تبقى باك اب. يبقى انا كده عندي ملفين، ملف على الشبكه اللي هو السنترال، وملف عندي على الجهاز بتاعي اللي هو اللوكال. طيب خلينا نقول له فايل نيو اهوت ونشوف الملف ده موجود فين. بخش في الاوبشن، بخش هنا في فايل لوكيشن، هو بيسيف فين؟ في الدي يوزر اومرس دوكيومنتس، ده الملف اللي بيسيف فيه. اقول له براوس واقول له اوبن، اهو ده الملف اللي موجود. كل ما اعمل سيف هيسيف على الملف ده. ده الملف اللوكال، اي اوامر انت بتعملها بتتحط على اللوكال. لما بتيجي تسيف من خلال الامر سينك دوت بيعمل تحديث للملف اللي موجود في السنترال، ولو في اي جديد في السنترال ياخده يحطه في اللوكال. طيب اقول له كنسل، كده احنا عرفنا هو بيسيف فين. العادي بتاعه ان هو بيسيف في السي، بس انا بخليها في الدي بحيث لو حصل حاجه للسي الويندوز ضرب يبقى اقدر الاقي ملفات الباك اب بتاعتي. طيب هقول له كده كنسل. طيب خلينا نفتح الريفت التاني وهقول له اقفل ده كله. كده شفنا ازاي نعمل لينك، الموضوع بسيط. اقول له اوبن، تمام. طيب واختار بقى الملف السنترال وهفتح. طيب هيقول لي في مشكله ان الاسمين موجودين مع بعض، طيب عشان ما يحصلش المشاكل تمام هاجي هنا فايل واقول له اوبشن واقول له غير الاسم ده، انا هسميه مثلا مثلا معيز واقول له اوكي، وبعد كده هفتح الملف السنتر. قال لي كرييت نيو لوكال، يبقى انا كده اقدر افتح عادي. طيب لو معاه حاول يعدل. طبعا الشاشة صغرت فانا لازم ايه اروح واخد بروبرتيز دي هنا، تمام، بحيث انها توسع لي المكان. طيب انا هاجي هنا واقول له وريني مين اللي شغالين في روكسيت، فبيقول لي اومرس. طيب لو انا النخلة دي مثلا عايز ابعدها شوية بيقول لي ما ينفعش اعدل، ليه؟ اللي ماسك الموضوع عمر، لازم تبعت له ريكويست، فاقول له بليس ريكويست. طب عمر هيعرف منين ان حد عايز يعدل؟ اهو جاله اهو بيقول له في حد عايز يعدل اسمه معايز، فبقول له فين الحاجه اللي عايز يعدلها؟ بيعمل عليها زوم، لا اما جرانت يعني اسمح له ان هو يعدل، او ديناي. ديناي يبقى انا برفض الطلب بتاعه. حاجه معماري وواحد ميكانيكي عايز يعدلها فبقول له ديناي، واحد معماري صاحبي بعدها له بقول له ايه جرانت، تمام. خلاص هناك بقى بتجيله رساله ان فلان ده بعت لك الحاجه فتقدر تعدل. طيب مين الاونر بقى دلوقتي؟ تعال ندخل كده هيقول لك الاونر عمر، بس عمر سلف بورور معاذ، معاذ ده دلوقتي هو اللي مستلف الحاجه ديت. طيب لو عمر عايز يسيب الحاجه ديت، او انا عايز اقول له سيب لي كل النخل، ممكن اعمل سيلكت مثلا على كده وادوس رايت كليك واقول له ميك ورك سيت اديتابل، يبقى كل الورك سيت اديتابل. لو انا جيت مثلا على عنصر زي دوت ودوست كده الاقي ميك ورك سيت اديتابل، ببعت ريكويست اقول له خلي الورك سيت دي كلها تبع انا، او خلي الاليمنت اديتابل، تمام، انا عايز العنصر ده بس. طيب هقول له ميك ورك سيت اديتابل، فبيقول لي لازم عمر هو اللي يسيبها. طيب عمر ممكن يجي كده ويروح مختار مثلا ديت
واقول له نون اديتور، يبقى كده اي حد يقدر يعدل فيها. تمام خلاص. يبقى كده لما انا اعمل سينك، سينك بعمل ايه؟ باخد الجديد عندي وابعته للملف السنترال، وعند امر كومباكت سنترال موديل، بس ده بيبطئ شويه. لو في اي حاجه انا مستلفها هنا بقول له بعد السنكرونايزيشن ريليكوش، سيب الحاجات اللي انت ماسكها. وهنا ممكن تكتب كومنت، ممكن تقول له ايه اي ريليكوش. الكومنت ده يفيدني ان انا اعرف تاريخ الحاجات اللي حصلت. وسيف لوكال فايل، بعد ما تعمل سينك على السنترال سيف برضه في اللوكال، ده هيجي له برضه خلاص، ده بيبقى من حقه بعد كده بعد ما يعمل سينك هو كمان ان هو ينفع يعدل في اي حاجه في المشروع. تمام. خلي بالك هو بيعمل سينك كان في علامه على البرور، الحاجه اللي انت استلفتها هسيبها. بس كده الورك سيت بقت مفتوحه. طيب لو ده عايز يسيب كل حاجه كده، الورك سيت دي مفتوحه، في اي حاجه موجوده على الورك سيت ديت تقدر تعدلها بدون اي مشاكل خالص، من غير ما يسالك ولا لك ابعت ريكوست ولا حاجه خالص. طيب لو انا جيت هنا على كولبريت، اهي دي الاكتف ورك سيت، يعني لو هاجي ارسم حاجه جديده ترسم على الوول. يعني لو انا هنا وحبيت ارسم اي حاجه حتى لو مش وول، اي حاجه ارسمها مثلا كولوم، هو اوتوماتيك هيحسبها في انها موجوده فين في الورك سيت. تمام. خلي دي كده فيرتيكال، هو يحطها في الورك سيت وول. ليه؟ لان هي اللي مفعله دلوقتي. فانت ممكن تيجي هنا في كولبريت وتغير ورك سيت اللي انت هتشتغل عليها. تمام. حسب الاسم اللي انت عايزه. طيب فانا عندي هنا حاجه اسمها جري ان اكتف ورك سيت، يعني الحاجه اللي محطوطه على الورك سيت مش معايا، خلي لونها اكتف، خلي لونها رمادي شويه. تمام. دي بحيث ان انت عارف ايه الحاجه اللي انت شغال فيها. طيب عند امر سينك، في سينك 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 ناو هيسيف على طول، ودي هيديني رساله يقول لي ايه الحاجه اللي انت عايز تعدلها. ممكن مثلا عايز تكتب كومنت، ممكن عايز تشيل الامر ده تشيل الامر ده، يعني لو انت عايز تعدل اي حاجه ده بيجيب لك رساله. الاسهل تقول له بقى ايه سينك ناو على طول. ريلود لتست، يعني ايه؟ يعني ملف اللوكال اللي انت شغال عليه مش هيبعت حاجه للسنترال، بس السنترال هيبعت لي اللوكال، فانت بتحدث اللوكال بتاعك. عايز انت تشوف الناس التانيين اشتغلوا عملوا ايه وعدلوا ايه من غير ما هم يشوفوا شغلك، فممكن تقول له ريلود لتست لحد ما تعدل شغلك وبعد كده تبعت. للانكوش يبقى كده كل الحاجات اللي انت ماسكها هتسيبها. بيقول لي سيف الاول قبل ما تعمل ريلينكوش، فبتسيف وبعد كده تقول له ريلينكوش يعمل ريلينكوش عادي. هنا دي مانج كونكشن، لو انت شغال في سيرفر فبتبدا تشوف الكونكشن وتبدا تعمل له تكتب الرقم بتاعه. طيب هنا ورك شيرنج مونيتور، يعني ورك شيرنج مونيتور بيفتح لي الشاشه، اقدر اعرف مين اللي شغال سنترال ومين شغال لوكال في المشروع اللي انا فاتحه. دي اداه كويسه جدا، وممكن من كان ستارت تكتب ورك شيرنج هيبدا يفتحها لك، بس لازم يكون نفس الاصدار. هنا مثلا 2020، لا احنا عايزين 2021 عشان يبدا يشتغل معانا. طيب بعد كده بتلاقي حاجه اسمها شو هيستوري. شو هيستوري يعني في ملف عايز تعرف مين اللي سايب فيه، فبتفتح الملف كده وتقول له اوبن، يجيب لك مين الناس اللي كانت شغاله في الملف دوت، يقول لك مين كل واحد اشتغل في الملف دوت، بيجيب لك الاسم بتاعه. ده الورك شيرنج اهوت، بيقول لي ان في واحد اسمه عمر شغال لوكال، وفي واحد تاني اسمه معاذ شغال في اللوكال. تمام. ولو في احد شغال سنترال بيدولك باللون الاحمر، بيقول لك ان في مشاكل. لو في حد بيعمل سينك بيبدا يجيب لك لون كده سريع ان في حد بيعمل سيفنج، في حد بيعمل، وهكذا بيبدا يجيب لك خطوات. لو في حد بعت لك ريكويست او انت بعت ريكويست او في نوتيفيكيشن جات لك يبدا يظهرها لك هنا. وهنا الاوبشن بتقول له بقى الورك شيرنج مونيتور، خليه مثلا على التوب على طول لو انت عايز، خلي فيه ديسكتوب اليرت يبدا يجيب لك كل مثلا 77 لو في اي حاجه جديده. السنترال فايل اكسس ديسبلاي ديسكتوب اليرت يبدا يجيب لك انذار لو في حد فتحه كسنترال. الريكويست النوتيفيكيشن بدل ميزه، ممكن تكون فاتح اصلا كذا مشروع مش واخد بالك، فهو يبدا يجيب لك نوتيفيكيشن ان في حاجه اتعدلت. ريستور باك اب لو في مشكله بتبدا تفتح الملف اهو، يبان لك الملف فاضي، يعني ما تستناش ان يكون في ملف تعمل سيلكت عليه، انت بتدخل جوه الباك اب سواء على في الملف فولدر بتاع السنترال او في الفولدر بتاع اللوكال، بتلاقي فولدر اسمه باك اب، بتقول له اوبن
فيبدا يقول لك في باك اب بالشكل دوت، تقدر تعمل سيلكت وتقول له سيف اس. سيف اس يبقى انت بتسيفه بره في ملف خارجي وتبدا تشوف هل يعمل له ريبليس ولا لا. رول باك بيبدا ياخد نفس الملف ويحطه في المكان البتاع. يعني انا شغال دلوقتي وحصل مشكله وضرب مش قادر يفتح، فبتختار ملف مثلا يكون من ساعه ولا حاجه وتقول له رول باك، او الاحسن تخليه سيف اس تتاكد الملف ده في اخر شغلك وان ده سليم وكل حاجه، وبعد كده تقول له سيف اس على نفس المكان. بعد كده ده لو عندي كلاود تمام، ده بابلش. لو انت عايز تعمل بابلش للملف بتاعك بيبدأ يديك الاختيارات، او تبدأ تشوف ايه الحاجات الست اللي انت عايز تعمل لها بابلش. كل البيوهات كل السيتس ممكن تقول له كل ال 3 دي فيو وهكذا. طيب في عندي حاجه اسمها مانج موديل تمام، ريبير سنترال موديل. لو السنترال موديل فيه مشكله الزرار ده ممكن يساعدك ان هو يحل لك المشكله. ده لما بتيجي تفتح الملف ويقول لك الملف ده فيه مشكله فبتعمل ريبير لي. طيب هنا كوبي ميناتور احنا شفناها. عندي هنا كوردينيشن ريفيو، تبدا تعمل سيلكت للملف بتاعك. خلينا لو انت الملف بتاعك سحبه لينك يبدا يقول لك اذا كان فيه مشكله او في اي حاجه. طيب الامر دوت بستخدمه لو في حاجه، لو انا ساحب ملف لينك تمام وحاطط شغل على حيطه والحيطه دي اتعدلت، فهو بيقول لي خلي بالك ان الحاجه دي مش موجوده على الهوست بتاعها. يعني لو في حاجه فقدت الشغل بتاع الهوست بتاعتها بتدوس هنا فهو يبدا يقول لي ان في مشكله في الهوست، الحيطه اتحركت. فانا ببدا احط نفس العناصر اعمل لها اقول له ري اساين وخليها على الحيطه ديت. طيب دي اهم الاوامر في السنترال. ناقص امر في كوليبريت نتكلم عنه بالمره، اللي هو انترفيس تشيك. انترفيس تشيك عباره عن ايه؟ ان في كلاش بين حاجه وحاجه. طيب لو قلت له رن انترفيس تشيك بيبدا يجيب لي كرنت بروجكت وكرنت بروجكت. ليه؟ لان مفيش اي لينكات موجوده. طب خلينا نفترض ان في لينك انسيرت واقول له ان في لينك مثلا ريفيت باي مشروع تاني، ده مشروع ملوش علاقه بينا خالص تمام، بس خلينا نسحبه عشان بس نشوف الاوامر. في مشكله بقى ان الملف ده كان مسافر في 2020 وانا عندي 2021، فبيبدا يعمل له ابجريد. حتى اللينكات لازم يعملها ابجريد. والابجريد بياخد وقت مش قليل يعني تمام. ده الملف التاني. طيب هاجي هنا من كولبريت واقول له انترفيس الشيك رن انترفيس الشيك. شو لاست ريبورت، لما تكون انت عملت ران انترفيس الشيك قبل كده عايز ترجع نفس الريبورت بدل ما يقعد يحسبها بتقول له لا هات اخر ريبورت. طيب بقول له مثلا انا عايز كل الول مع مثلا ال، خلينا نقول له مثلا الاعمده الاستراكشر كله. طبعا انت ممكن تتعلم على 5 6 من هنا او كل عصر من هنا مع كل عصر من هنا. اقول له اوكي، بيبدا يجيب لي ان في حته خلطه معمول. طب اقول له وريني واقول له شو، بيبدا يقول لي خلي بالك ان في حاجه مثلا مش مظبوطه هنا مع دي، فنبدا ننزل العمود ده شويه نبدا نظبطها تمام. ده بسبب مثلا ان احنا مظبطين على الليفل دوت بينما في الحقيقه هي المفروض تنزل مثلا 20 سم حاجه زي كده تمام. هو يبدا يقول لي فين المشاكل كلها. طب هنا مش باين، اقول له شو تاني، فبيبدا يفتح البلان عشان نشوف المشكله دي موجوده فين. يبدا يفتح لحد ما تتصل فيها. ممكن تعمل سيلكت وتقول له وريني العنصر ده بس في 3 دي فيبدا يجيبه لك. ممكن تعمل اكسبورت، بس الاكسبورت الصراحه مش جوده عاليه، بيجيب لي بس رقم ده مع رقم ده. طيب خليني اقول له سيف. ده بيقول لي الرقم بتاعها. طب انا عايز اعرف الرقم ده فين، هدوس كده وادخل على الملف واروح لقائمه مانج واقول له سيلكت باي اي دي واكتب الاي دي واقول له شو، يبدا يعمل لي زوم. ممكن اقول له اوكي خلاص هو عمل سيلكت على العنصر دوت، واقول له وريه لي طيب في 3 دي تمام. في برامج تانية بتديني طريقه الانترفيس الشيك بشكل اقوى زي برنامج نفس وركس، هتلاقي مشروح على قناه بيم اريبيا بالتفصيل. خش يوتيوب اكتب بيم اريبيا، خش على نفس وركس وشوفه بالتفصيل ان شاء الله ازاي نعمل موضوع الكاشف. طيب خلينا نرجع تاني. شو لاست ريبورت، هيبدا يجيب لك اخر ريبورت وتبدا تشوف الحاجات.
ممكن تعمل لك سبورت، ممكن تعمل ريفرش. الريفرش دي يعني انا حليت المشكله وبقول له ابدا شوف وريها لي. وطبعا في مشاكل كتير ممكن ما تكونش مشكله، باب مع حيطه مثلا، ده ممكن تيجي هنا تقول له انا عايز الملف اللي مسحوب لينك، فيبدا يجيبه لي. هقول له مثلا الوول مع الوول، جاب لي مشاكل كتيره فعلا موجوده. يعني ده اصلا مشروع تاني، هما بس حطوا كده مع بعض، فبيقول لي الحته دي مع الحته دي دول عاملين مشاكل مع بعض. فانت لما تزيح الحته دي او تزيح الحته دي تبدا المشكله تتحل. ران انترفيس تشيك، تبدا تشوف هتعمل ايه معايا. تمام، ممكن تعمل سيلكت اول لكل دول، مع سيلكت اول لكل دول، وتخليهم هما يجيب لك الريبورت كلها. لما تخلص كلاشات خالص هيبدا يقول لك مفيش مشاكل. طيب خلينا نقول له مثلا هات لي الستير مثلا مع الرام، اتوقع مفيش مشاكل لان سيلكت اول هيقول لك نو انترفيس ديتكتد. طيب في خاصيه هنا جميله اسمها ورك شيرنج ديسبلاي سيتنج. بمعنى ايه؟ بمعنى ان هو هيبدا يلون لي الحاجات. الحاجات الاونر بتاعتي انا هيديها لون اخضر، الحاجات اللي مش بتاعتي هيديها اللون دوت، الحاجات اللي ملهاش صاحب هيديها اللون دوت. فخلينا نعمل شيك على دوت واقول له اوكي، واروح قايل له انا عايزها تشيك ستيتس. تمام، فيبدا يلون لي الحاجات تحت بلون، والحاجات اللي بتاعت الاخرين بلون، والحاجات اللي مش ملهاش صاحب بلون، اللي هي باللون الاخضر اللي انا لسه حاططها، الاخرين اللي هو معاز باللون الاحمر، النوت وند اللي هي اللون الازرق اللي احنا سيبناها. طيب الاونر ممكن تقول له بالاونر، فيبدا يديك كل واحد فيهم بلون. طيب خلينا نقول له بالاونر، بالشكل ده يعني ممكن يكون في 5 6. فالاولاني دوت الاختيار الاولاني كل الاخرين هياخدوا اللون الاحمر، هنا لا كل واحد هيبقى ليه لون خاص بيه. طيب موديل ابديتد، لو في حاجه فيها ابديتد هتاخد اللون ده، لو حاجه اتلغت هتاخد اللون دوت. تمام، فانت تعرف ايه اخر حاجه ابديتد في الموديل لو في حد عدل حاجه. طيب لو جينا هنا وقلنا له الورك سيت، فيقول لي كل الورك سيت هتاخد لون. خلاص حط وريني الحاجات ديت بحيث لو في حد مش حاطط على الورك سيت مظبوطه تبان معايا وهكذا. طيب دلوقتي خلينا نتخيل ان انا قفلت المشروع خالص اهوت، هقول له بيقول لي عايز تسيف ازاي، هقول له سينك، اقول له اوكي. دلوقتي هفتحه تاني كلوكال عشان في رسالة كده بتيجي تلخبط الناس، وبعد كده هفتحه اعمله ديتاتش. اقول له اوبن، وبعد كده اختار الملف السنترال بتاعي. اهو هقول له كريت نيو لوكال. طيب ايه الجديد بقى؟ جديد بقى ان انا تاني مره افتحه. فالمره اللي فاتت كان في ملف معمول لوكال، تمام، فهو بيقول لي طب دلوقتي انا اعمل ايه؟ الغي لك اوفر اول اكسيستنج كوبي، الغي لك الملف اللي موجود. تمام، يعني انا دلوقتي عندي عامل ملف لوكال الغيه، ولا اعمل له تمب ستامب. يعني ايه تمب ستامب؟ يعني الملف اللي موجود حاليا هحتفظ بيه، تمام، وهحط بس ايه تاريخ بعد الاسم. يعني بدل ما الاسم كان اسمه بيلدينج 1 سنترال عمر، لا هيبقى بيلدينج 1 سنترال تاريخ، وده هيبقى نسخه ايه اركايف، نسخه احتياطي. وفي نسخه جديده هيبقى اسمها بروجكت 1 سنترال عمر، دي اللي انت هتشتغل عليها. طيب الاولاني هنعمل ابديت لللوكال وهنكمل شغل عليها، التاني اللي هيعمل ستامب. طيب خلينا نختار الابند تايم ستامب اكسيستنج كوبي، تعال نشوف ايه اللي حصل. عمل نسخه احتياطي بتاريخ النهارده بالساعه بكل حاجه، دي النسخه، دي نسخه احتياطي، تمام، موجوده بس ما خلاص دي خلاص هيوقف شغل بيها، مش هي دي اللي هيحصل فيها تعديل. لما اجي اسيف هسيف على النسخه اللي موجوده دلوقتي اللي هي عباره عن الاسم الطبيعي من غير تاريخ، يبقى هو عمل لي نسخه احتياطي بحيث لو حصل لا قدر الله حاجه ضربت اقدر ارجع للملف ده واشتغل عليه، افتح الملف ده واشتغل عليه عادي. تمام،
فهو الفكرة كلها بيديني اختيارين، عايز اول اختيار عايز تكمل شغل على نفس الملف وما نعملش باك اب، ولا عايز نسخه باك اب احتياطي. انا بقول له عايز نسخه باك اب احتياطي، الخساره اللي انا هخسرها مساحه على الجهاز بتاعي. طيب خلينا نيجي هنا كلوز، بقول له دونت سيف ذا بروجكت، بيقول لي ريلينكوش ولا كيب اونر. عاده نستخدم كيب اونر، يعني الحاجه اللي تحتك ما تسيبهاش. ريلينكوش دي بستخدمها لما اكون هقفل المشروع خالص، او مش ناوي اكمل فيه، فعايز اي حد تاني يكمل فيه، او انا مسافر اجازه طويله مثلا، فاقول له كيب اونر. دلوقتي اقول له اوبن، تمام، واختار الملف اهو، واختار بقى ديتاتش المره دي. اول ما اخترت ديتاتش قال لي ما ينفعش تعمل كريتني لوكال، هو ديتاتش. ديتاتش يعني ايه؟ يعني الملف دوت هشتغل عليه وملوش علاقه بالسنترال، تمام. كان انا واخد نسخه مثلا هبعتها للناس، فعايز نسخه تقدر تعدل فيها، عايز تجرب حاجه ملهاش علاقه بالسنترال، تمام. اوبن، بيقول لي عايز تحتفظ بالورك سيت ولا عايز تلغي الورك سيت. لو لغيت الورك سيت هيبقى كده ملف عادي تشتغل عليه بدون ما سنترال ولا لوكال خالص. بقول له احتفظ لي بالورك سيت. هنا بيعمل ابديتد للملف، فاكرين لما كنا بنقول له ان في ملف لينك، فهو بيعمل ابديت عشان احنا ساحبين ملف 2020. طيب عشان ما تحصلش المشكله دي افتحه واسيفه على نوع 2021. الريفت من البرامج اللي هي لازم تشتغل على نفس الملف، يعني نفس الاصدار. لو انت اشتغلت على اصدار قديم مش هيقدر يفتح، لو اشتغلت على اصدار حديث وسيفت خلاص يبقى كده مش هينفع تشتغل عليه تاني، لازم تكمل نفس الشغل. طيب يعني لو انا شغال 2020، الشركه كلها شغاله 2020، محدش يشتغل على 2021. الملف اللي انت فتحته ومسيب بالورك سيت وبتاع، تقدر تقول له فايل سيف از بروجكت وتسيفه على انه هو سنترال، او كده خلاص بقى حاجه منفصله، فانت تقول له لا سيفه لك سنترال، تمام. خلاص بتبدا تشوف الاسم اللي انت عايزه جديد وتبدا تشتغل عليه، وممكن تسيفه على نفس الملف لو انت مثلا عندك مشكله وبتحاول ان انت تعمل ريبليس للشغل. بس دي اهم النقط اللي موجوده في موضوع الكولابريت. لو انت شغال بنتو 360 مفيش فرق، هو مجرد بس ان يبقى في فولدر اسمه 360 او بارتيشن اسمه 360 بتشتغل عليه.